يوجد في الحرم أشخاص يجتمعون حول بعضهم ويتحدثون فيما بينهم ويزعجون القارئ للقرآن والذاكر لله وهم بكثرة، والبعض منهم قد يزعج القارئ للقرآن والمصلي بالضحك، وكأن الحرم أصبح منتزها، فما نصيحتكم جزاكم الله خير؟ نعم، هذه ظاهرة سيئة اتخذها كثير من الناس في المسجد الحرام، يجعلون محل للأكل والشرب ومد الصماطات، صار مطعم، صار كأنه مطعم ومقهى. وأشد من ذلك ما ذكره السائل من الضحك والحديث بأمور الدنيا والمزاح، هؤلاء لو جلسوا في الشارع كان أحسن لهم من أنهم يسيئون في المسجد الحرام أو غيره من المساجد. المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وتلاوة القرآن، لا سيما الحرم، المسجد الحرام الجلوس فيه اعتكاف، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهو محل طواف ومحل اعتكاف ومحل صلاة وذكر الله عز وجل، فلا تضيع وقتك في هذه الترهات والحكايات والمضحكات، اتركوا هذا، اتقوا الله عز وجل، انتهزوا الفرصة في هذا الحرم، انتهزوا الفرصة بالطاعة والذكر والاعتكاف، نية الاعتكاف من أجل أن تحصلوا على الأجر والثواب. يجي الواحد من بلده من أقصى الأرض، وش يجي له؟ يجي يضحك ويسولف في الحرم ويضيع الوقت، هذه خسارة، هذه خسارة لا تعوض. نعم.